جمالها أنها عمياء. نعم يا سيدي، أحيانا جمال الشيء أن نكون فعلا أن نصاب بالعمى تجاهه. يحكى أن أميرا كان يأكل اللحم، أعجبه اللحم، ذاقه، ثم قال لخادمه: أعجبني هذا اللحم، كيف يصنعونه؟ قال: مولاي، يذهب، إن الطباخ هو من يصنعه. ذهب إلى الطباخ ذاك الأمير ثم قال: أخبرني كيف تصنع هذا اللحم. أتى بالشاة، ذبحها أمامه، وقام بسلخها وتقطيعها وطبخها. فلم يأكل الأمير بعد ذلك شيئا. قال الأمير لمستشاره: أصبحت أو عفت اللحم بعدما رأيت كيف تذبح الذبيحة أو كيف يذبح الخروف، عفته حينما رأيت الدماء والتقطيع. قال له المستشار: سيدي، جمال الشيء أن لا نرى حقيقة الشيء، جمال الشيء أن نبقى أو أن نصاب بالعمى عن بعض الأشياء. فعلا يا سيدي، أحيانا حينما نصاب بالعمى نرى الشيء فعلا ذاك الجمال به، لكن حينما نعرف حقيقة الشيء ننصدم. كالألماس، هل تعلم ما حقيقة الألماس؟ يا سيدي، ليس كل جميل ينعكس على حقيقته أنه جميل. سيدي، يحكى أن رساما كان من أشهر رسامي أوروبا، كان يرسم اللوحة تباع بالألوف. دخل عليه ذاك الفقير، قال: ويحك، ترسم اللوحات بالمبلغ الباهظ وتربح الملايين ثم لا تتصدق بأموالك للفقراء والمساكين؟ وخرج. غضب الرسام، كتمها في قلبه، ذهب لحياته ومضى. بعد مضي السنوات مات ذاك الرسام. وفي نفس الوقت كان جزارا يقوم ببيع اللحوم وإعطاء اللحوم بالمجان للفقراء. وفجأة وبعد موت الرسام امتنع ذاك اللحام أو الجزار أن يعطي الفقراء اللحم. سألوه: ما بك؟ قال: إن المتبرع الذي كان يمنحني المال ليعطيكم اللحوم مجانا، وكان من ضمنهم ذاك الفقير الذي اعترض. قال: إن ذاك الذي المتبرع الذي كان يمنحني المال لأعطيكم اللحمة مجانا قد مات. قال: ومن ذاك؟ قال: ذاك الرسام. صدم ذاك الفقير، كتم غيظه الرسام، صمت عن فعل الخير، لكن بهت الفقير أنه جرح ذاك الميت بعدما فات الأوان. سيدي، كن أعمى عن كل شيء، ترى كل شيء جميل. سيدي، لا تبحثوا عن حقيقة الأشياء، ستصدمون، ستكرهون الدنيا. حقيقتك أنت بجمالك وزهوك وعطرك تراب. حقيقتك أنت بجمالك وعينيك الجميلة وذاك الجمال الذي يراه وينافسك عليه الناس، وربما تتراكض الفتيات من خلفك، وكذلك المرأة الجميلة ربما يتراكض الشباب خلفك. حقيقتك جميلة لكن تراب. حقيقة الأشياء دائما أدنى من صورتها، حقيقة الأشياء في الدنيا دائما أدنى من صورتها. فلماذا تبحرون في أعماق حقيقة الأشياء؟ خذ الشيء كما هو واترك تفاصيل التفاصيل للغيب. فيا سيدي، إذا أردت أن تحيا الدنيا بجمالها كن أعمى. فالعمى في بعض الأمور نعمة وليست نقمة. مرحبا بالعمى إن كنت أرى جمال الشيء فيك، ولا أريد ذاك البصر الذي يبعدني عنك.